حاليا تأهل فريق حزنبو لمقابلة فريق العميد يوم الجمعة في النهائي الكبير. ألف مبروك لفريق الحزنبو، أهل للنهائي. مبارك لفريق الملكي، للأمانة مباراة شيقة قدمها فريق الملكي. قول له مبارك. فريق الملكي ألف مبروك الحزنبو. نروح حق السير التحليلي أبو صالح. يعطيك العافية أبو صالح. وياك الله يعافيك. الشوط الثاني رجع فريق الملكي، ولكن مع الأسف يعني الحزم راح. الملكي الله يسلمك. قلت لك من بداية الشوط الأول الحزم اليوم بيحزمها، وتوقعاتي كانت من 3 إلى 4 أقوال بالضبط، ومثل ما أصبح النتيجة 4-2 لصالح فريق الحزم باء. والملكي صراحة أداء اليوم مباراة قوية، ومباراة من أفضل المباريات له في هذه البطولة. بغض النظر عن المباريات الأولى، ولكن فريق الحزم باء قوي، يمتلك هجوم، يمتلك عناصر، عندها لياقة، يمتلك لاعبين يلعبوا في أندية، يمتلك لاعبين ذو خبرة ومهارات قوية، وحارسهم ما شاء الله عليه صراحة أنقذ لهم اليوم كم جول. الملكي ما نقدر نرد عليها اللوم من قلة دقة الاحتياط، حتى في الشوط الثاني، منتصف الشوط الثاني نسأل المدرب عن دقة الاحتياط، يقول عنده 3 لاعبين أساسيين في فريق الملكي لم يحضروا اليوم، وهذه أسباب خاصة في اللاعبين، واللي حضروا أدوا الواجب وأكثر من الواجب، ولا نستقل في حق لاعبين الملكي. يمتلك دفاع، يمتلك نص، يمتلك هجوم، روح رياضية عندهم، نقول لهم أرد لهم. وأيضا نبارك لفريق الحزم على وصوله إلى المباراة النهائية يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله مع فريق العميد. من يتتوج في هذه البطولة الغالية، فريق العميد أم فريق الحزم على دورة 16 ديسمبر، غالية على قلوب كل إنسان في مملكة البحرين. ونبارك للفريقين الصاعدين إلى المباراة النهائية على هذه البطولة، وإن شاء الله نلتقي يوم الجمعة ويحتزم الحزم أو العميد لتتويج هذه البطولة. شكرا جزيلا لك يا أبو صالح، يعطيك ألف ألف العافية. طبعا رحب بالأستاذ الغدير مؤسس الفاتح حسين البسارة، يعطيك العافية يا أخوي حسين، شرفتنا في ملتقى الأحبة. أنتم الشرف وأنتم الناموس، الله يحفظك. الله يسلمك. طبعا أنت شفت الشوط الثاني ولا؟ والله حضرت طبعا في الشوط الثاني. كيف شفت الشوط الثاني؟ أنا طبعا يعني أول مباراة أحضرها اليوم، يعني شفت أنه كان فيه تكافؤ من ناحية الهجمات هذه، ولكن الحزم استغل تقريبا 2 هدف أنا أشوفهم. كان مباراة جيدة يعني، وللأسف أنه يعني نتيجة الظروف العمل ما قدرنا نحضر البطولة من البداية، ولكن إن شاء الله أنه يعني اليوم قدرنا نوصل رسالة أنه ما فيش عندنا في الفاتح يعني تقاطعات نفس ما ينشروا بعض الأقلام المسيئة للرياضة والرياضيين، ونحن نعمل في خدمة الشباب وخدمة الرياضيين بشكل عام والرياضة، وخدمتنا تطوعية بالضبط، لسنا موجهين من أحد أو أن أحد بيقدر يقول لنا يعني احضروا لا تحضروا أو يسيرنا على كيفه نفس ما ينشر البعض. وجودنا في الركن الخاص بملتقى الأحبة هذا يعني بيتنا الثاني صراحة، والأحبة يعرفوا هذا الشيء، والحمد لله يعني احنا قلوبنا واحدة. تشرفنا فيك أخي حسين، المسامحة على المقاطعة. وملتقى الأحبة دائما يفتح قلوبهم جميع الأعضاء، وأيضا أعضاء الفريق المتكامل ملتقى الأحبة يرحب بأي صحفي وأي محل رياضي وأي منتقد في هذا البث المباشر، ويرحب بالأخ حسين البسارة مرة ثانية. وحسين البسارة غنيا عن التعريف.
الشريف بصراحيته وبمصداقيته وبالمنشورات الصادقة الذي يصدرها من قلمه ودفتره، ولا يستعين بإعارة أي تعليق أو أي ملاحظة من شخص آخر. وكمل اللقاء وحياك في ملتقى الأحبة. الله يحفظك يا أبو صالح، والشرف لي بوجودي معكم، يعني أنتم صراحة يعني أخوان وعزيزين علي ملتقى الأحبة بالذات يعني. والكلام هذا مش مجاملة، الكلام هذا قديم والكل يعرف هذا الشيء، والحمد لله إحنا مش بحاجة لأن نثبت للآخرين وجودنا يعني بطريقة ما، أو يظن الآخرين أنه مثلا الهجوم الذي حصل على ملتقى الفاتح أو عليها شخصيا أو على إعلاميين الفاتح أنه سبب وجودنا اليوم. هي فرصة اتيحت لنا وحبينا أن نستغلها ونوصل رسالة للجميع أنه في أي وقت يعني تتيح الفرصة لنا نكون موجودين. قد يمكن أنه هجومهم كان نتيجة اللقاء الذي سويت تقريبا قبل يومين معك عن الأقلام المخفية وراء الأسماء المستعارة، وعن يعني صراحة أنا ما أحس أنهم يخدموا الرياضة ولا الرياضيين. نعم، لكن أنا أتشرف بأي إنسان لما يجي باسمه الحقيقي، سواء كان ينتقدني بطريقة مباشرة أو حتى عبر التواصل الاجتماعي وانتقاد بنا. بالعكس، الإنسان أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم مرآة أخيه المسلم. أنا ما يمكن مثلا أكون معصوم من الغلط، أنا بشر، لكن لما مثلا يجي أبو صالح يقول يا أبو ناجي والله أنت مثلا العمل هذا ما كان يفترض أن تعمله أو تسويه، ويبين لي وجهة نظره في الغلط وينتقدني انتقاد بناء سواء كان بطريقة مباشرة أو طريقة الكتابة عبر التواصل الاجتماعي، أحترمه وأحطه على رأسي لأنه فتح عيني على شيء أنا ما كنت عارف إنه. نعم، قد يمكن نصيحته يعني توجهني 180 درجة إلى المسار الصحيح، إلى المسار الصحيح في شيء معين. أيوة، مش الغرض، الغرض تشهير يا جماعة. من ما مسك له قلم ولا من ما معرف ابتدى يدخل له يعني بشؤون الآخرين وتشويه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم مرآة أخيه المسلم، لا يعني إنه أنا أجي أعكس سلبياته أو أجي أشهر فيك بين الناس، والنصيحة بين الناس مذمة. تعال يا حبيبي أنت غلطان يا فلان، والله أحبك على راسي. حسين البسارة أبو ناجي، فكيت لنا موضوع كنا بعيدين منه شوي عن الملتقيات أو مراسلين البث أو بعض الأخوان الذي عبروا بأقلامهم على الفيسبوك أو على عبر التواصل الإلكتروني. هذه الرسائل دائما الإنسان يطلع عليها ويقرأها، ومنطقنا أو متطلباتنا من جميع الملتقيات أو من جميع المحللين أو من جميع الأخوان هي ملتقى شبابي ثقافي، ملتقى توعوي، وملتقى إنساني. حسين البسارة، لا نقدر نقول في حقك إلا كل خير، ولا نقدر نقول إنك ذميت أحدا أو شتمت أحدا من أجل إنهم يتهجموا بأي جهة من الجهات على قلم حسين البسارة أو على انتقاداته. الانتقاد حقك رياضي وبناي، والانتقاد الذي تطرحه هو من أجل مصلحة الشباب ومن أجل التجمع الشبابي في جميع المحافل الرياضية، وكلنا نتجه إلى المستطيل الأخضر. فنحن في ملتقى الأحبة نحيي فيك، وأي انتقاد من أي رياضي احنا نقول فيه على عيوننا وروسنا. الانتقاد البناي هذا واجب من كل أخ رياضي، وإذا كنت غلطان في شيء وانتقدوني عليه حتى من نفس إدارة ملتقى الأحبة، إذا انتقدوني في شيء أرحبه برحبة صدر وسعة صدر، واستقبل الانتقادات حق جميع الرياضيين أو جميع الصحفيين أو أصحاب الأقلام. ولكن الرسالة الأساسية أرجو من جميع الأخوان أصحاب الفيسبوك بأن لن يستخدموا اسم مستعار. خليك واضح وخليك صريح وخليك تنتقد بلغتك أو بلهجتك الرياضية الذي تعرفها، ومثل ما تفضلت أبو ناجي، الإنسان ليس مكتمل بكامل أوصافه في أي مجال، والإنسان لازم أنه يحصل أجراح. الرسول عليه الصلاة والسلام أنذم من اليهود ورجموه بالحصى، ولا نقدر نقول حتى أنهم حطوا في بابه أشياء ما ترضي الله ولا ترضي رسوله، عرفت علي أخوك؟ فالإنسان بشر خطأ، وخير الخطائين التوابين. أنا إذا خطيت في شيء يا أخي استنقدني، تكلم علي، اطرح رأيك، ما عندي أي مانع. يكاد في ملتقى السعيدة، في ملتقى الفاتح، في ملتقى الأحبة
في أي ملتقى رياضي أو أي ناقد من الأخوان المشاركين في جميع التواصل الرياضي، هذا من حقك أن تتكلم وأن تتحدث فيه، وكل إنسان يتقبل بروح رياضية ويرد عليها بروح رياضية. أنا لا أستطيع أن أقول له لا، أنا سوف أستنقد وسوف أطرح رأيي البناي وأنت لا ترد عليها، بالعكس رد عليها إذا كنت غلطان في شيء، يمكن أنا غلطت في حاجة استوعب منها واصحح مساري الى الجهة الصحيحة. وانتم في صراحة في ملتقى الفاتح ما حصلنا منكم الا كل خير وكل ثقة في منشوراتكم او في تعليقاتكم الرياضية، واشكرك على هذه المداخلة واللقاء معنا في ملتقى الاحبة، ونلتقي ان شاء الله في الايام الجاية نتلقى او نتقبل جميع المشاركات منكم يوم الجمعة على مباراة النهائية ما بين العميد وما بين الحزم باء في كاس 16 ديسمبر، البطولة الغالية على قلوب كل الرياضيين. ونتوجه يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 8 إلى ملعب الرفاع الغربي، ولكم جزيل الشكر والتحية. الله يحفظك يا أبو صالح، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله أنا أقولها من الحين علشان ما يفكروا المأجورين إنه يعني أنا اليوم حضرت نتيجة الفرصة اللي صارت، ويوم الجمعة والله إننا أتمنى أننا أحضر النهائي إن شاء الله أن يكون عندك مجال، لكن أنا عندي دوام أول الليل بيخلص الساعة 9، وإن شاء الله أنه أقدر ألحق حتى لو على جزء بسيط من الاحتفالية، وإن شاء الله نكون موجودين. وطالما الأحبة موجودين، أنا بالنسبة لي شخصيا أعتبر أن الفاتح موجود وحسين البسارة موجود وإحنا واحد، لا فرق لا فرق ما بين الأحبة ولا فرق ما بين الفاتح، أي اهتمام للأقلام أو أي ملتقى المسيئة للرياضة، نعم. مهما تكلموا مهما قالوا ما معهم إلا إحراقا في السم بأنفسهم، وإحنا ماشيين بخطنا وماشيين فيه بطريقة اللي نشوفها أنها صحيحة. وإن حصلت نصيحة من قبل شخص أو أشخاص أو ملتقى أو غيره نرحب فيه، والإنسان قبل ما يعني يهجم على الناس أو يحاول يذم الناس أو يحاول يطلع عيوب الناس يجب عليه أن يأخذ مرايا وينظر إلى نفسه. وشكرا جزيلا لك يا أبو صالح والملتقى الأحبة، كان ودي صراحة أنه ليش اليوم اللي انتقاد اللي صار ثلاثة من ملتقى الفاتح حاطينهم كأفضل إعلاميين، طيب أين أبو صالح، أين الأخ صلاح، أين الأخ مجدي، أين الأخ أبو شموخ اللي هم دائما يعني مغطين هنا وهنا. أنا كتبت عليه قلت لهم الترشيح هذا صراحة غير عادل، من كذا نزل الهجوم عرفت، وبنطلع المخبة يا أخي طلع عندك شيء طلع وتحمل نتيجة كلامك اللي بيجي. الله يرضى عليك ملتقى الأحبة، ليش طامح أن يكون يحمل في المنصة الدرع أو الكاس الإعلامي أو الهدايا الإعلامية. الهدف من ملتقى الأحبة أن يوصل رسالة صادقة، رسالة صريحة لجميع الرياضيين والملتقيات، وإرسالهم الحقيقي والبث الحقيقي، أو حسب ما يقول صاحب المثل الرياضة وجها لوجه. ويعطيك الصحة والعافية، ونلتقي يوم الجمعة بإذن الله. هدفنا جميعا هو توصيل المعلومة الرياضية للرياضيين وخدمة الشباب الرياضي. وشكرا جزيلا لك يا أبو صالح، أنت أوجزت بالكلام كامل، وشكرا للأخ صلاح والأخ مجدي، وإن شاء الله نشوفكم على خير. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك، العافية إن شاء الله. وأبو ناجي البسارة صلاح عطنا صور على الملعب، من هنا بدأنا الجماهير. إن شاء الله يوم الجمعة النهائي نفس المكان، حياكم نادي الرفاع الغربي، واللي ما راح يجي بس الأحبة موجود إن شاء الله يوم الجمعة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء، سامحونا على القصور، إلى اللقاء يوم الجمعة القادم، شكرا.